بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. النهاردة قبل ما أتكلم برضو عن مباريات غدا إن شاء الله في البطولة الأفريقية وبطولة كأس الأمم الأفريقية، عايز أتكلم مع حضراتكم عن شيء هام جدا. اتحاد كرة القدم أعلن رسميا أن فتح باب القيد هيبقى يوم 29. طيب تمام، حلو جدا ومفيش أي مشكلة وكلام لطيف جدا وكلام زي الفل. طيب على اي اساس سوف يتم او تم فتح باب القيد يوم 29؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي حضرتك قلت لي هتفتح باب القيد يوم 29 على ايه؟ على اي اساس؟ على 30 لاعب ولا 25 لاعب؟ على ان اللاعب السوري لاعب محلي ولا لا؟ على ان ما تداول من اخبار خلال الفتره السابقه على انه من الممكن ان يكون هناك في شمال افريقيا لاعب يقيد بشكل محلي كانه لاعب مصري، يعني هل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ طيب هل مواليد 97 هيبقوا موجودين؟ هل في مسابقه ل 97 ولا مش هتبقى في مسابقه؟ الاعارات هتتعمل ازاي؟ اشياء كثيره جدا 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 ان دلت فانها تدل على مدى الارتباك الشديد الذي يحدث في اتحاد كره القدم. اللي حضراتكم شايفينه واللي احنا بنتكلم فيه ده، اي نادي في العالم، اي نادي في العالم قبل ما يتم فتح باب القيد بيقول له او بيتبعت له جواب، هل القايمه 25 ولا 30؟ القايمه قد ايه؟ اللعيبه اللي معاك دول هتعمل بيهم ايه؟ لعيبه 97 دول هتأيد منهم حد؟ هيبقوا خمسه فوق السن ولا هيبقوا تحت السن ولا هيبقوا ايه نظامهم؟ محدش عارف حاجه. حتى هذه اللحظه محدش عارف حاجه. اللاعب السوري هل هو لاعب مصري يعني محلي يعتبر لاعب مصري او يعامل معامله اللاعب المصري ولا لا؟ وبعدين يا جماعه احنا هنفضل في الاتجاهات دي لغايه امتى؟ هنفضل في الشكل اللي احنا عايشينه ده لغايه امتى؟ ارتباك 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 ارتباك. طيب هي الانديه دي مش بتصرف فلوس؟ هي مش الانديه دي بتصرف فلوس كتير كمان علشان لعيبتها تبقى متواجده في الدوري الممتاز، وكل نادي عايز يحط 25 او 30 بقى على حسب ما حضراتكم هتقولوا. ما احنا ساعتها دلوقتي او حاليا هنقول 25 او 30، فاكرين الجونه او حرس الحدود. منتهى الارتباك، منتهى الارتجاليه، محدش عارف حاجه. ما تيجي تتكلم او ما تيجي تسال والله ما حد بيرد عليك، محدش بيرد عليك. هنشوف ربنا يسهل، اصل هي واضحه. طب واضحه ازاي؟ قولوا لنا. ما هو الانديه دي لما بتيجي تتكلم لازم تتكلم بمخاطبات رسميه وبمراسلات رسميه. يعني انا دلوقتي ايدت 30 لاعب، وبعدين افرض حضرتك جيت قلت لي يوم 28 انت ولا يوم 27 انت هتأيد 29 لاعب، 25 لاعب بس او 6 زي ما تقول. حاجة غريبة جدا. طب كل نادي يعمل حسابه على ايه؟ كل نادي يعمل حسابه على ايه؟ قولوا لنا. انا نفسي بس حد من اتحاد كرة القدم لو تقدروا تجيبوا لنا العميد ثروت سويلم، يا ريت يعني نقدر نتكلم معاه في هذا الموضوع، يبقى موضوع، لانه محدش عارف حاجة ومحدش فاهم حاجة، او يمكن بقى ما عادش عارف. حاجة غريبة جدا ومنتهى الارتباك ومنتهى الارتجالية اللي بتحصل خلال هذه الفترة. والنادي الأهلي بالمناسبة حذر من هذا الكلام. النادي الأهلي بالمناسبة قال يا جماعة من فضلكم احنا عايزين نخلص الدوري قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية. كل ما حد يتكلم او كل ما حد يقول حاجة يقولك معلش اصل الموسم ده استثنائي. طب الموسم عدى خلاص، او الموسم لسه فاضل له مباراتين، ولكن كل الأندية بتحضر نفسها. تخيلوا حضراتكم ان احنا سنة 2019 2020 2019 2020 وفي احنا 18 نادي في الدوري العام المصري، مظبوط؟ في 13 نادي خلصوا الدوري وبداوا فتره الاعداد وعارفين هيأيدوا مين ومش هيأيدوا مين وهيعملوا ايه ومش هيعملوا ايه، طبعا عشان خلصوا الدوري بتاعهم. وفي خمس انديه لسه قدامهم مباراتين او ثلاث مباريات في الدوري العام المصري عشان يخلص الدوري العام السنه اللي فاتت اللي هو لسه ما خلصش. اللي النادي الاهلي حذر ان هو يجب ان يكون هناك انتهاء للدوري العام المصري السنه السابقه او السنه الماضيه قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. يا جماعه والله اللي بيحصل ده حرام. يا دي اصل دي مش فلوس كده النادي الاهلي بيجيبها من اي حته، لا لا، الناس دي بتتحاسب. الناس اللي هنا اللي موجودين في مجلس الاداره عندهم ضمير، عايزين يتحاسبوا، عايزين يعرفوا ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه.
لكن الكلام اللي احنا شايفينه والغموض اللي احنا شايفينه في الامور حاجه صعبه جدا جدا جدا. اول حاجه حضرتك عايز تتكلم